أحمد الصديقي، مولود عام 1919 في قرية أم الشير في جنوب الحد. وطبعا لما ولد في هذه القرية عاش وتربى في حضن والدته، ولكن فقد حنان الأم وهو في عمر السادسة من عمره. فبعد ذلك يعني جاء والده الشيخ أحمد، وكان رجل دين وعالم فاضل، وكان إمام لمسجد أم الشير في مدينة الحد، وهو الذي قام على تربيته وتعليمه من بداية نشأته. وطبعا الشيخ يوسف ينحدر من أسرة علمية معروفة في البحرين، وكان قبل سكنهم في جزيرة أم الشير كانوا يسكنون في دارين في المملكة العربية السعودية. فهجرتهم إلى البحرين كان في عام 1867 للميلاد. وكان طبعا جده الشيخ محمد بن شريف عالم أيضا، وكان أيضا خطيب وإمام لجامع الزلاق. فلما توفيت والدة الشيخ يوسف أخذه جده الشيخ محمد بن شريف ونقله إلى قرية الزلاق ليعيش معه، وهناك يعني تربى على يد أيضا جده وعلمه القرآن وحفظه القرآن. طبعا قرية الزلاق في ذلك الوقت كان يسكنها يعني عائلة الدواسر وعائلة الغتم أيضا يسكنون في هذه القرية، وعائلة المطوع والذوادي وغيرهم كثير. فاستقر به المقام الشيخ يوسف في قرية الزلاق. طبعا الشيخ يوسف تعلم كما قلت حفظ القرآن الكريم كاملا على يد والده الشيخ محمد بن شريف، وكان جده الشيخ محمد الشريف مقربا من الحاكم اللي هو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، وكان هو الذي يقضي بين الناس. لم يكن قاضيا، ولكن كان يعني يعقد على الناس، وكان أيضا يقوم بعملية الإصلاح بين الزوجين، وكان بيده عملية الطلاق. وأيضا لدينا وثائق تثبت بأن الشيخ حمد كان يكتب رسائل إلى الشيخ محمد بن شريف واللي هو جد الشيخ يوسف، يكتب له بعض الرسائل ليقوم بتزويج فلان لفلانة. هذا الشيخ حمد طبعا كان عنده يعني مثل ما تقول ترتيب إداري جميل منظم في عملية الزواج، فما كان يسمح لأي شخص أن يتزوج إلا بأخذ إذن مسبق من شيخ القرية، ولدينا وثائق تثبت ذلك. فالشيخ يوسف أيضا التقى بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحاكم البحرين، وكان دائما يتوسم فيه الخير وبأنه سوف يصبح يعني عالم كجده. فالشيخ يوسف كان عنده حب القراءة، وفي ذاك الوقت كانت الكتب قليلة وضنينة، وكانت مكتبة جدة قليلة بالكتب، يعني لم تكن بذلك الزخم الكبير. فكان يقرأ بعض الكتب في فقه الإمام الشافعي وفي النحو وفي التاريخ، فأغرم يعني إغرام شديد بكتب التاريخ. أي طالب علم يكون نهم وعنده شغف للقراءة وللتعلم ولمعرفة المزيد. وكانت البيئة التي كان يعيش فيها الشيخ يوسف بيئة بسيطة، لم يكن هناك فيها علماء أو أدباء على مستوى. فعلا هناك أناس صالحين، هناك أناس في شعراء، هناك ناس يعني من أهل الفضل والكرم، لكن لم يكن بقرية الزلاق علماء أجلاء. فارتحل إلى الإحساء كعادة طلبة العلم، بأنهم يقصدون الإحساء، وكانت الإحساء واحة وعبارة قلعة لطلاب العلم يفدون إليها من كل حدب وصوب. يعني كانت الإحساء يأتيها أناس أو يأتيها طلبة العلم من البصرة ومن الحجاز وحتى من مكة، لأن أهل الإحساء عرفوا يعني بعلمهم في خاصة في الفقه وعلم الفلك والحساب وغير ذلك. فكان الشيخ يوسف كان يعني أمنيته أن ينتقل إلى الإحساء ليدرس
في عند المشايخ، وخاصة هناك رجل معروف وهو الشيخ محمد بن أبي بكر الملا، وهو عالم وفقيه حنفي ورجل ورع، وتعلم على يديه هذا الرجل يعني جل علماء البحرين تعلموا على يديه. فقام جده، عفوا عم الشيخ يوسف، عنده عم أيضا كان عالم فاضل اسمه الشيخ عبد الله بن محمد الصديقي، وكان له علاقة مع الشيخ محمد بن أبي بكر، فابتعثه للإحساء لاستكمال العلوم الشرعية، وفعلا جلس في الإحساء مدة 5 سنوات وتعلم على يد علماء أجلاء. بعد أن أنهى دراسته في الإحساء لمدة 5 سنوات، طبعا خلال الفترة هذه حفظ العديد والكثير من المتون، منها متن الزبد في فقه الشافعي. الفقه الشافعي هذا على بحر الرجز، الفقه الشافعي، وهو يعني شامل لجميع أبواب الفقه، من الصلاة والزكاة والحج والصيام والبيوع والأحوال الشخصية والشهادة والقضاء، تقريبا في حدود 1400 بيت. وأيضا حفظ ألفية ابن مالك في النحو، وهي ألفية يعني تربو على 1000 بيت، وحفظ الرحبية في علم الفرائض وكثير من المتون. كان مهم الطالب العلم أن يجلس ويحفظ المتون المقررة عليه، فحفظ جميع هذه المتون، وكان يعني يقوم الشيخ محمد بن أبي بكر بالاستماع إلى حفظ الشيخ. طبعا بعد أن أنهى الشيخ يوسف رجع إلى الزلاق واشتغل بالإمامة وعقد الأنكحة، ولكن الشيخ كان له مطمع أيضا ومطمح في أن يعني يتعلم أكثر، فهو قد رأى بأن ما أخذه في الإحساء لا يكفي لطالب العلم، فطالب العلم دائما نهم كصاحب المال، فأراد أن يذهب إلى مكة المكرمة كما ذهب عمه الشيخ عبد الله، حيث كان يدرس في مكة المكرمة وكان يدرس أيضا. وكانت في مكة هناك مدرسة مشهورة ومعروفة اسمها المدرسة الصولتية، وكان أيضا يأتي إليها طلاب العلم من كل مكان ليتعلموا في هذه المدرسة. هذه المدرسة لها صيت ولها سمعة ولها مكانة، وفيها يعني عدد من العلماء الأجلاء، منهم الشيخ حسن مشاط العالم المعروف، ومنهم السيد علوي المالكي مفتي الحجاز، كلهم كانوا يدرسون في هذه المدرسة. فأراد أن يلتحق بهذه المدرسة ولكن لم يحالفه الحظ. يقول الشيخ يوسف يعني كانت أمنيتي الوحيدة أن أذهب إلى مكة، ولكن الله تعالى يعني لم ييسر لي أن أذهب إلى مكة كما ذهب إليها يعني أقرانه. بعد ذلك يعني جلس في البحرين، وكان خلال هذه الفترة يتردد إلى منطقة الصخير عند الشيخ علي الأنصاري كما قلت. وفي ذلك الوقت أيضا سكن الشيخ سلمان منطقة الصخير، فكان الشيخ يوسف دائما يتردد ويصلي أحيانا في مسجد الصخير. وكان الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين رحمه الله في ذلك الوقت كان يعرف الشيخ يوسف، لأنه كان يعرف جده الشيخ محمد كما ذكرنا. يقول فلما انتهيت يقول ذهبت إلى الصخير واخذت موعد عند الشيخ سلمان، وذكرت له بأن أنا أعديت قصيدة. قال له الشيخ سلمان خلاص إن شاء الله بإذن الله تأتي في اليوم الفلاني على أساس نسمع منك القصيدة. فيقول الشيخ يوسف بعد طلوع الشمس مشيت من الزلاق وذهبت إلى منطقة الصخير على أساس ألقي القصيدة أمام الشيخ سلمان بن حمد. يقول فعلا كان الشيخ سلمان جالس وعلى تحت العريش في منطقة الصخير، ويقول قال لي تفضل يعني اقرأ القصيدة. وكانت البيت القصيدة من 1300 بيت تقريبا. يقول قرأت القصيدة وكان الشيخ سلمان يستمع وكله أذان مصغية إلى هذه القصيدة، فأعجب بها. يقول توقعت أن يسمع الشيخ سلمان 20 أو 30 بيت أو 100 بيت، وهو يعني رجل حاكم لديه الكثير من مواعيد والناس، ولكن يقول لكنه آثر. يقول جلس أكثر من ساعتين وهو يستمع إلى هذه القصيدة، ويقول كان له إذن، عنده إذن وإذن شاعرية،
يقول كلما قلت بيت فيه نوع من الفخر وكذا كان يهز رأسه نعم، ويقول نعم، يعني مما يدل على أنه متفاعل مع هذه القصيدة. ثم شكره يعني وأمر بطباعة يعني هذه الأرجوزة في ذلك الوقت، طبعت على حياة الشيخ سلمان ولكنها فقدت. ثم بعد ذلك قام جلالة الملك حفظه الله بطباعتها مرة أخرى. طبعا الشيخ يوسف من حبه للعلم قال حق الشيخ سلمان: أريد أن أذهب، أمنيتي الوحيدة أن أذهب إلى الأزهر الشريف. فعلى طول الشيخ سلمان أمر بأن يبتعث الشيخ يوسف إلى الأزهر الشريف. طبعا الأزهر في ذلك الوقت يعني قلعة، يعني الذي يدرس في الأزهر عبارة حوى جميع العلوم وأصبح عالم وإنسان متميز، يعني شخص من قرية صغيرة يذهب إلى الأزهر هذا شيء كبير جدا. فكانت يعني بالنسبة له سعادة ما بعدها سعادة أن يذهب إلى الأزهر الشريف ويلتقي بعلمائها الأفاضل وخطبائها الأجلاء، فهذه كانت أمنيته. وفعلا في عام 1952 ذهب الشيخ يوسف إلى الأزهر معه يعني مجموعة من طلاب العلم، من ضمن هذه المجموعة الشيخ أحمد المطوع، وهو الرجل الضرير الشاعر الفقيه المفسر، وأيضا كان معه أيضا الشيخ عبد العزيز المطوع، وأيضا الشيخ عبد الله الفضالة، وشخص يدعى راشد البعينين أيضا كان معهم من ضمن الوفد. فكان في عام 1952 وجهتهم إلى الأزهر الشريف، وظل في الأزهر قرابة 7 أعوام. فطبعا حينما ذهب إلى الأزهر شاف المكتبات وشاف التقدم العلمي والحضارة فأعجب، وكان كلما رأى كتابا اشتراه واقتناه وقرأه، خاصة في كتب الأدب، وما زال يحتفظ بهذه الكتب التي اشتراها من مصر. وكان طبعا يتذكر يعني العلماء الأجلاء الذين التقاهم في ذلك الوقت، من ضمنهم الشيخ محمد الغزالي. طبعا الشيخ يوسف أثناء وجوده في مصر أعجب إعجاب شديد جدا بالمصريين ولطافة المصريين وحسن حديثهم وعشرتهم الجميلة وحبهم للناس وكرمهم. فكان يتذكر الموقف الطريف لما أراد أن يمتحن في الأزهر الشريف، وكان الشيخ يوسف في ذلك الوقت ضعيف نحيف جدا، وكان يلبس الغترة والجبة يعني المصرية. فلما دخل الشيخ يوسف إلى هيئة التحكيم فقال له أحد المحكمين: إيه يا ابني، أنت جاي تطلب العلم وأنت نحيف، تعرف إيه؟ فقال له: أعرف إن شاء الله اللي بتسألوني أعرف إن شاء الله. فقال له: أنت تعرف إيه؟ قال له: أنا حافظ المتون في كذا، حافظ متن الزبد، وحافظ الإجرومية، وحافظ ألفية ابن مالك، وحافظ الرحبية في علم الفرائض، وكثير من المتون اللي كان يحفظها أثناء دراسته في الإحساء. فقال له: خلاص قل لنا حاجة. فأخذ الشيخ يعني يسمعهم من محفوظاته، وجلس فترة طويلة وهو يسمعهم. فاستغرب يعني الشيخ زي شخص من البحرين يعرف الحاجات هذه. كما قلت قضى الشيخ يوسف في الأزهر مدة 7 سنوات، ولما انتهى من دراسته الجامعية رجع إلى قريته. وفي الحقيقة كان أهل القرية يعني أنسوا جداً بأن طالب أو شخص موجود عندهم في القرية يتخرج من الأزهر الشريف، وكان الأزهر يعني اسم لامع أمام كل الناس وكان حلم كل إنسان. فلما شخص من أهل القرية يذهب إلى الأزهر ويمكث هذه المدة ويتعلم العلوم الشرعية ويرجع، فكان بالنسبة لهم يعني أنس وفرحة، فاستقبلوه استقبال يعني جميل واستقبال رائع. طبعا كون أهل القرية يعني ناس بسطاء، طبعا أول ما دخل القرية كان كثير من البيوت رفع الأعلام. طبعا العلم في ذلك الوقت بعضهم ما كان موجود، العلم البحريني، لأن ندرته كان يرفعون الثوب، ثوب النشل اللي هو فيه زخرفة، فكان يرفعونه على البيوت يعني علامة ودلالة على الفرحة
وأن هناك شخص عائد من 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 السفر، فكان معظم البيوت في تلك القرية قد وضعوا هذه الثياب، ثياب النشل، فرحة بقدوم الشيخ يوسف من مصر يعني. وكون أن الشيخ يوسف جلس 8 سنوات، بعد ما رجع كان يتكلم اللهجة المصرية، أعجبت اللهجة المصرية، خاصة أن جميع من معه كانوا من أهل مصر، يعني حتى فعلا أن كانوا بحرينيين موجودين معه، لكن مذاكرته وطلعات من وإلى الجامعة كانوا مصريين، فتأثر بلهجة أهل مصر، فظل فترة وهو يتكلم. وكان لما وصل كان من ضمنهم الله يحفظه الدكتور عبد الله مطوع، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وهو رجل يعني كان يتردد كثيرا مجلس الشيخ يوسف، وتلقى على يد الشيخ يوسف العلم من ضمنها الفقه الشافعي وبعض الحديث. فكان الدكتور عبد الله اعتقد عمره 6 أو 7 سنوات، فقال له الشيخ يوسف اول ما من مصر ازيك. فالدكتور عبد الله استغرب، ما معنى ازيك يعني؟ ما كانت معهوده هاي الكلمه، ما كانت معودة. فما زال الدكتور عبد الله يتذكر هذه الكلمة الجميلة واللطيفة بأن الشيخ يوسف حياه بكلمة ازيك، ويقول الشيخ الدكتور عبد الله بأني كنت أشوف الشيخ يوسف بهيئته الأزهرية، فأحس أن هناك يعني رجل عالم كبير ويقف أمامي، وكان ذا هيبة بلباسه الأزهري. نعم، وكان لما وصل يعني فعلا كما يذكر الدكتور عبد الله مطوع بأنه وصل قبل المغرب، وكان قد حان وقت صلاة المغرب، فصلى بهم أول صلاة صلى بهم لما يمن الأزهر، وكانت صلاة المغرب. ففعلا الشيخ يوسف تأثر بالقراءة المصرية الجميلة وذات الطابع الجميل والتجويد الجميل، فقرأ وصاف صلى بهم صلاة المغرب، وقرأ بقراءة مصرية جميلة، فاستنسوا المصلين، لم يعهدوا هذه القراءة، فالقراءة السابقة كانت قراءة يعني بسيطة لم تكن بذات الحان يعني. فأنيسوا جدا بقراءة الشيخ يوسف في صلاة المغرب. نعم يعني نعم 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 بعد ذلك لما تخرج الشيخ يوسف من الأزهر الشريف، طبعا اختير كمدرس في مدرسة الزلاق، وذلك عام 1958 إلى 1962. فلما يعني طبعا أصبح مدرس للمواد الدينية واللغة العربية فترة 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات. فخلال هالفترة يعني ذهب إلى الشيخ سلمان، وطبعا قال حق الشيخ سلمان طبعا أنا تخرجت من الأزهر وأنا أتمنى أن أكون في منصب القضاء. قال له الشيخ سلمان خلاص بإذن الله راح يكون مكانك إن شاء الله في القضاء الشرعي، لكن الفترة هذه نبيك تكون في التدريس. وفعلا ظل في التدريس لمدة 3 أو 4 سنوات، وكان أمنية الشيخ سلمان أن هو أنه يخليه قاضي في المحكمة الشرعية. وبعد ذلك يعني الشيخ عيسى، أتى الشيخ عيسى بن سلمان الذي حكم البلاد من عام 1961 وحتى 1999، هو الذي عين الشيخ يوسف قاضي شرعي في المحكمة الشرعية بناء على وصية والدهم الشيخ سلمان. هو قال الشيخ سلمان حق أبنائه، قال حق الشيخ عيسى تحملوا بهذا الرجل، فهذا الرجل عالم وهو من سلالة علمية، وإن شاء الله لن يخيبكم هذا الرجل. وفعلا بعد وفاة الشيخ سلمان قام الشيخ عيسى تنفيذا لوصية والده، وعين الشيخ يوسف قاضي بالمحكمة الشرعية. هو طبعا في عام 1962 عين قاضي شرعي، هو والشيخ عبد الله الفضالة والشيخ محمد بن عبد اللطيف السعد، عينوا جميعا قضاة في محكمة المحكمة الشرعية الدائرة السنية. فظل في منصب القضاء من عام 1962 وحتى وفاته. طبعا أثناء
طبعا توليه للقضاء، أيضا اختير كعضو في منظمة العالم الإسلامي، وكان يمثل البحرين. طبعا هذا الشرف الذي ناله كعضو هو بناء على قرار من الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة الأمير الراحل، هو الذي اختاره عضو في المنظمة الإسلامية، فكان يمثل البحرين في جميع المؤتمرات. أي مؤتمر إسلامي كان هو الذي يحضره ويمثل البحرين، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في الأزهر الشريف أو في حتى راح إلى القدس الشريف، أيضا حضر القدس الشريف وألقى فيها كلمة في عام 1967. في عام 1967 ذهب إلى القدس مع مجموعة من العلماء وألقى كلمة في القدس الشريف. وأيضا الشيخ يوسف خلال فترة للقضاء أيضا كان يعني خطيب لجامع القضيبية من 1961، من بعد تخرج للأزهر أيضا عين خطيب في جامع القضيبية، وكانت خطبته تنقل في الإذاعة. في ذلك الوقت لم تكن الصلوات تنقل عبر التلفزيون، إنما تنقل عبر الإذاعة، فكانت خطبته تنقل عبر المذياع. طبعا الشيخ يوسف بحكم يعني منصبه ومعرفته أثناء من كونه قاضي وكونه أيضا كان يمثل البحرين في كثير من المؤتمرات الخارجية، تعرف على شخصيات كبيرة وتعرف على علماء أجلاء أفاضل يعني، وأيضا تعرف على يعني رؤساء الدول. كان من ضمن الأشياء اللي ذكرها الشيخ يوسف كان أنه ذهب الحج مع الأمير الراحل الشيخ عيسى، حج معه، وأيضا حج مع أخوه الشيخ محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان حج معه أيضا. وكان خلال تلك الفترة كان قد التقى يعني بالملك سعود، وأيضا التقى بالملك فيصل رحمه الله تعالى، وأيضا التقى بالملك خالد، والتقى أيضا بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. كل هذه التقاهم أثناء حضوره المؤتمرات الخارجية، وأيضا طبعا كذلك التقى بالملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. أنا ذكرت بأنه ذهب إلى القدس، طبعا قبل ذهابهم للقدس ذهبوا إلى الأردن عن طريق الأردن، وهناك التقى بالملك حسين، وأيضا لديه صور. وكذلك التقى بالسلطان قابوس بن سعيد سلطنة. أنا في الحقيقة يعني ما أذكر أنه يعني أثناء وجوده معهم ألقى يعني كان يلقي خطاب أمامهم، لكن هل كان في مثلا طريفة أو موقف لا أتذكر ذلك، ولكن كان أثناء وجوده هناك كان يعني يتكلم ويلقي خطاب أمام الملك أو رؤساء الدول. بالإضافة إلى أثناء قد درس في الأزهر الشريف، فكانت علاقته مع علماء الأزهر متواصلة ومستمرة، وخاصة مع شيوخ الأزهر. وأيضا يعني شيخ الأزهر السيد طنطاوي قد زاره في مجلسه قبل وفاته، زاره في مجلسه في الزلاق، يعني أذكر وقع لدينا صور تثبت ذلك. وأيضا إمام الحرمين إمام الحرم الشيخ بن حميد الشيخ صالح بن حميد أيضا زار الشيخ يوسف في مجلسه، ولدينا أيضا صور مؤرخة. فالشيخ يوسف بحكم أن يعني شعبيته وبحكم علمه وحبه للناس اشتهر بينهم يعني ببساطته وعلمه، وكان رجل ناصح ومحب للناس، ومجلسه أيضا مفتوح لا يفرق بين غني وفقير وبين وجيه وصغير، الكل عنده سواء، مجلسه مفتوح لدى جميع الناس لا يفرق بين أحد، يعني يرحب بالصغير كما يرحب بالكبير، ويرحب بالغني كما يرحب بالفقير، لا يفرق بينهم أبدا. ولذلك كان الشيخ يوسف يعني رجل محبوب لدى العائلة الحاكمة، لذلك كان مقرب كما قلت من أيام الشيخ سلمان وبعدين الشيخ عيسى،
أيضا، وكان الشيخ عيسى يعني يحب حب شديد، فكان إذا حضر مجلسه كان يدنيه، وكان يحب أن يستمع إلى الشعر. والشيخ يوسف طبعا هو بالإضافة إلى أنه شاعر عربي أيضا يكتب الشعر النبط، لأنه تعلم الشعر النبط من الشاعر الكبير رحمه الدوسري، وأيضا تعلم الشعر من عبد الله بن جبر. عبد الله بن جبر الدوسري هذا كان وزير أو كان رئيس ديوان الشيخ حمد بن عيسى بن علي، فتعلم على يده الشعر. فالشيخ عيسى كان يأنس بمجالسة الشيخ يوسف، ويقول لما كنت معاه في الحج كان دائما أجلسني أمامه في الطائرة، وكان طول فترة الرحلة يسألني عن الحج في أحكام الحج، فكان يأنس جدا. فكان كلما سألني سؤال أجبته وابتسم الشيخ يوسف، ابتسم الشيخ عيسى، لأن الشيخ عيسى كان صاحب ابتسامة لطيفة يعني ومحب للنكتة. فالشيخ يوسف كان يحبه يعني الشيخ عيسى، وأيضا الشيخ عيسى كان يحب الشيخ يوسف. فاستمرت العلاقة بين العائلة الحاكمة وبين الشيخ يوسف. ومما نذكره في هذا اللقاء أن الشيخ يوسف عقد على جلالة الملك حفظه الله، نعم هو الذي عقد عليه، وكان عقد في عام 1968، وهذا أيضا العقد موجود، أيضا هذا العقد موجود، ويعني نسخة من هذه العقد هديناها إلى جلالة الملك وأنس بها في الحقيقة وفرح بهذا العقد. وأيضا عقد على جميع الأسرة الحاكمة والمالكة، يعني فكان إذا كان هناك زواج يأتون بالشيخ يوسف يقولون تعال عقد علينا، يحبونه كأب يعني، وإنسان مخلص لوطنه، مخلص لدينه، مخلص لهذه العائلة المالكة، فأحبهم وأحبوه. وهذا الإنسان يعني دائما الإنسان صاحب الأخلاق العالية يحبه جميع الناس، وأيضا الإنسان كلما ارتقى بعلمه كلما ارتقى بأخلاقه، فالإنسان يقاس بأخلاقه بمحبته للناس، فهذا هو وزن الإنسان، علم وأخلاق، فكلما ارتقى علمك ارتقت أخلاقك. لذلك عاش الشيخ يوسف بين جميع الناس في قريته وفي بلده، عاش بإخلاص، عاش بوفاء، أحبته العائلة، أحبه الناس، وأيضا خاصة فيما يتعلق بالقضاء كان يحاول يعني ألا يعني أن تخرج العائلة التي تأتيه، أن تكون راضية، الزوج يكون راضي والزوجة تكون راضية، فكان